معاكم من جديد، وزي ما شفتم معانا في التقرير اللي فات احنا بنتكلم عن فريق روبوتكس، وهم طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان. عملوا فكرة جميلة جدا، الهدف منها هو تأهيل الطلبة واكسابهم خبرات تساعدهم في دخول سوق العمل. فكرة هايلة طبعا. وضيفنا اثنين من اعضاء الفريق، سارة محمد، اهلا بيك يا سارة. اهلا. ومصطفى أسامة، اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيكم. اهلا بيكم ونورتونا. الحمد لله مصطفى مش مربي دقنه. الحمد لله. الحمد لله. يا رب الدقن مش عارف ايه. عندنا ازمه احنا شويه مع التقرير كله دهون ما شاء الله. سارة ومصطفى انتوا منورينا، والفكره طبعا جميله جدا وهايله، بس كنا عايزين نعرف الفكره جت ازاي وازاي قدرتوا تكونوا الفريق. تمام. هو روبوتكس اصلا احنا ابتدينا من سنه 2009. كانت المشكله ان احنا بنخش الكليه مش عارفين النظريات اللي احنا بناخدها في الكليه دي ممكن نعمل بيها ايه، ممكن تفيدنا بايه عامه. فروبوتكس ابتدت ان احنا نفكر اصلا ازاي ان احنا هنملى جات ما بين الشغل النظري اللي في الكليه والنظريات دي كلها، وما بين اصلا ان احنا هنخش سوق العمل. فدورنا لقينا ان في مسابقات اصلا بتتعمل، مسابقات وقتها ما كانتش معروفه. ابتدينا في مسابقه روبوكون كانت سنه 2009، بس للاسف ما حققناش حاجه عشان كان لسه البدايه والتيم لسه بيبدا يعرف ازاي ده كان امتى؟ سنه كام؟ 2009. 2009 ما كنتش انا موجوده ساعتها. ايوه. تمام. وهو بعدها بقى الناس اخذت اكسبيرينس من بعدها وعرفوا غلطاتهم كانت في ايه، وابتدوا ان هم بقى يخشوا مسابقه روبوكون تاني. هو سيبك من الغلطات، احنا طبعا عايزين نستعرض الاخطاء كانت عباره عن ايه. بس لما نيجي نتكلم، انت اصلا لقيتوا في علاقه ما بين النظري وسوق العمل اصلا؟ يعني هل كان في علاقه لما ابتديتوا بقى تتمرنوا نفسكم او تبتدوا تتمرنوا تتأهلوا لسوق العمل، لقيتوا ان في علاقه ما بين الحاجه اللي بتدرسوها والحاجه اللي هتشتغلوها؟ اكيد. هو علشان اصلا نعمل شغل صح لازم نبقى فاهمين باك جراوند كده الحاجات النظري الموجوده ايه. يعني مهمه، ما ينفعش نقول ان هي ملهاش لازمه. لا، هي الكليه مش ملهاش لازمه طبعا. لا، انا بتكلم على النظري. يعني النظري او بعض النظريات مثلا تدرس النظري بيتبني عليه بعد كده الشغل العملي. تمام. فهو ده يعني الحلقه المفقوده بقى كانت فين؟ مع ان ده مهم لده. الحلقه المفروضه هو ان انا اطبق الكلام ده كله، ان انا ابقى عارف الكومبوننتس اللي انا هحتاجها، ازاي هعمل مثلا ديزاين، ازاي يعني مثلا عايز روبوت يعمل ميشن معينه او يعمل تاسك معينه، طب انا ازاي هعمل الديزاين وازاي هعمل كنترول على الروبوت ده ان هو يعمل الحاجه دي. فبيبقى عندي باك جراوند اكيد نظري، يعني احنا حتى بنشرح نظري شويه في السيشنز عندنا، وبعد كده اطبق النظري ده في خلال الشغل العملي اللي انا هعمله، سواء كان بقى سوفت وير او هارد وير او ان انا بعمل ديزاينز. جميل. طيب انا كنت عايزه برضو اعرف ايه بقى الحاجات اللي قدرتوا توصلوا لها انتوا والفريق. تمام. احنا الحمد لله يعني احنا بدانا 2009، يعني حققنا مراكز عالميه في مسابقات كتير. جميل. يعني احنا بننظم مسابقه ار او في اكس من السنه اللي فاتت دي، احنا بننظمها. غواصه بتعمل تاسك معينه في الميه، بتنزل تمسك حاجه مثلا او ترفع حمل او حاجه كده، بتصور تحت الميه برضو. دخلنا كذا مره مسابقه روبوكون وحققنا فيها مراكز كتير على مستوى العالم الحمد لله. المراكز ايه بقى؟ فرحنا كده يعني كام على مستوى العالم مثلا؟ تمام. مش من كام دوله كده؟ من كام دوله احنا سافرنا ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات خدنا مركز اول على مستوى مصر هنا. هايل. فسافرنا بره، كان 2013 خدنا مركز اول على مستوى مصر وخدنا رابع على مستوى العالم. هايل. والحمد لله. وجائزه احسن فكره في 2014 اول برضه مصر، و2015 اول مصر. على مدار السنين، يعني في اول سنه احنا دخلنا روبوكون اصلا 2009، يعني ما خدناش مركز من اول 10 يعني. بس بعدين بدانا ناخد مراكز من اول 10، يعني كذا مركز يعني. بس في ماين سويبر دي مسابقه بنكشف عن الالغام فيها، دخلناها سنتين، السنه اللي فاتت واللي قبلها. السنه اللي قبلها خدنا مركزين سادس و11، والسنه اللي فاتت خدنا اول مراكز، يعني ثلاث مراكز من اول 10. انتوا كام عضو في الفريق السنه دي؟ احنا حوالي حاجه و60. حاجه و60. يعني بتجمعوا بعض ازاي؟ من محافظات مختلفه ولا انتوا كلكم جامعه حلوان؟ لا، هو عامه يعني الموضوع متقسم، زي ان انا مقسم الكرو اللي هم الناس الممبرز اللي في موجودين في روبوتكس نفسها، وبين ان انا بعمل ريجستريشن وبجيب ناس او بخلي ناس بارتيسيبنتس يشاركوا في المسابقات. فاحنا يعني احنا اورجنايزيشن لينا ستراكشر معين، ان في البريزيدنت والفايس بريزيدنت، وفي بعد كده كوميتيز سواء كانت تكنيكال او نون تكنيكال. من جامعات مختلفه يعني؟ لا، احنا من جامعه حلوان. هو كله يعني كله متمركز في جامعه حلوان. ايه فايده الروبوتس؟ يعني احنا برضو كمجتمع مصري ثقافتنا بالروبوتس مش فاهمينها، يعني هيتعمل بيها ايه؟ يعني المواطن العادي اللي زيي كده
ايه روبوت يعني هعمل بيه؟ هل بص ثانيه واحده، المواطن العادي اللي زيي انا لو في روبوت بيطبخ هاتيه. ايوه بالظبط. يعني احنا نقعد نقول يعني احنا نطلب من دلوقتي احنا عايزين ايه. احنا دايما اللي بنشوفه فعلا في البرامج حتى الاجنبي، لما يجي يعرض لك كده تقرير سريع يجيب لك الروبوت ده فعلا بيحضر شاي، بيحضر ما اعرفش ايه. اخر حاجه يمكن صوفيا دي اللي عملت قلبان صح. الروبوت صوفيا دي وبتتكلم وبتعمل بعينيها وردودها ذكيه جدا. مش فاهمين دي ايه يعني، دي خلاص الستات ما لهمش لازمه مثلا ولا ايه؟ صوفيا دي هتعمل ايه بالظبط؟ وليه بدأوا بروبوت ست؟ مش كده، عايزين نفهم ايه اهميه الروبوتس دي؟ هل هي استعراض لمدى التطور التكنولوجي او مدى قدره العقل البشري على انه يعمل حاجه متطوره قوي وخلاص على كده وبنقف؟ ولا هي فعلا حاجات ممكن احنا في يوم من الايام نبقى قاعدين في البيت ومعانا روبوت صاحبنا او بيساعدنا في حاجه؟ تمام. هو اي بروجكت عامه بيتعمل، يعني ممكن يعتبر الروبوتس دي كبروجكت. اي بروجكت بيتعمل عشان يحل مشكله معينه. فمثلا حضرتك بتقولي ان في مصر الموضوع مش منتشر، فاحنا عايزين اصلا ننشر علم الروبوتكس. وفي هيكون في تيمات اصلا موجودين في جامعات ثانيه برضو بيبقوا ليهم نفس الهدف، ان هم عايزين ينشروا علم الروبوتكس لان هو ممكن يسهل حاجات كثيره في الصناعه. تنشروه على مستوى يعني، انتوا لو قلنا مثلا التارجت اودينس بتاعكم مين؟ بتارجتوا مين؟ بتستهدفوا مين؟ فئه مجتمعيه؟ يعني اكيد المواطن العادي البسيط اللي في الشارع، مش ده هدفكم انتوا الروبوتس دي؟ هل بتبقى التارجت بتاعكم او تستهدفوا بيها مصانع او معامل او يعني؟ تمام. حاجه مثلا زي الار او في، يعني احنا الروبوت بتاع الار او في هو روبوت يعتبر صغير بيعمل تاسك في حمام سباحه مثلا في المسابقه. أيوة. دي تعتبر حاجه مصغره للار او في الحقيقي اللي موجود في الصناعات. يعني في ار او فيز بحجم اكبر بتعمل تاسكس اللي هي زي ويلدنج مثلا، هم بيلحموا حاجات تحت الميه والكلام ده كله. تاسكس مش يعني انا مش عايزه انزل شخص ينزل صح. هو يعمل الحاجه دي، لا انا عندي روبوت بيعمل الكلام ده. في برضه زي ماين سويبرز، الروبوت بيكشف عن الغام. فانا بدل ما انا انزل حد يعني واخسر ارواح كتيره قوي علشان ان انا اكشف على الغام موجوده، لا انا هنزل روبوت. يعني التارجت اودينس بتوعكم زي ما بيقولوا المؤسسات، سواء مثلا الشرطه او الجيش عشان موضوع الالغام او كشف عن الالغام او المصانع، تكنولوجيا المصانع وهكذا، هو ده الهدف. عايز ارجع تاني لمصطفى، ان انتوا بقى تنشروا ده في مجال المصانع والمؤسسات، بتتواصلوا ازاي يعني؟ بتعملوها ازاي؟ احنا يعني ان احنا نوصل البرودكت ده المصنع او كده، او بتفهموهم ان احنا على فكره دخلنا مسابقات وعلى فكره احنا عندنا روبوت بيعمل كذا والالغام يعني زي احنا بننزل معارض كتير، يعني مثلا زي الميكر فير او يوم الهندسه او كده، احنا بنحاول ننشر نفسنا في المعارض والحاجات دي. بنحاول ننزل المسابقات، يعني نشارك في الاربع مسابقات اللي هم روبوكون وماين سويبر وار او في واي ار سي. المسابقات دي احنا بنشارك فيها وان شاء الله يعني بناخد مراكز وكده. فالكلام ده يعني بينشر اكتر. تمام. غير كده ان احنا ساعات بننزل ايفنتس، يعني مثلا بننزل زي الميكر فير والحاجات دي. بس في بقى الاف ار معانا، يعني احنا اصلا متقسمين في روبوتكس اف ار واتش ار وكده. فالاف ار يعني ده بيبقى ان هم ينشرونا وكده ويعرفوا الناس عننا. ده بيبقى عامل مؤثر، مسؤولين عن الانتشار. طيب ايه الصعوبات اللي ممكن تكون بتواجهكم يعني اثناء شغلكم، او انتوا كفريق في حاجات ممكن تقف قصادكم مثلا، موافقات معينه بتكونوا محتاجينها او كده؟ اكيد طبعا. يعني احنا مثلا بيبقى في تصاريح من الجامعه لازم ناخدها عشان الجامعه بتوفر لنا مكان نشتغل فيه يعني. فاحنا لازم الحاجه مثلا اللي بندخلها يبقى معانا تصريح بيه، والحاجه اللي بنخرجها والكلام كده. بيبقى في طبعا صعوبات من حيث الخبره، ان احنا لسه طلبه فلسه بنتعلم وكده. بنقعد نجرب كذا حاجه ممكن تشتغل ما تشتغلش، بنعلم نفسنا يعني. بيبقى ساعات برضو في مشاكل ماديه او كده، بس يعني بنحاول نهندلها يعني على قد ما نقدر. الدعم المادي بيكون ازاي او منين؟ الجامعه بتوفر لنا دعم مادي يعني في المسابقات. بتوفر طبعًا لنا الماتيريالز، اكيد كمان غاليه. الماتيريالز يعني احنا بنعتمد على نفسنا، يعني احنا بنجمع من نفسنا واحنا بنجيبها. لكن في المسابقات وكده الفيز بتاعت المسابقه، المصاريف اللي بنخش بيها المسابقه يعني، الجامعه بتوفر لنا جزء منها يعني. الماتيريالز بقى بتلاقوها متاحه ولا بيبقى في صعوبه في الحصول عليها؟ احيانا بيبقى في حاجات بنشتريها من بره، يعني ما بتبقاش موجوده هنا في مصر، فبنضطر مثلا نشتري على مواقع اونلاين وكده بالظبط. وفي حاجات زي مثلا الخشب والالومنيوم والحاجات دي موجوده يعني، او الالكترونكس البسيطه دي موجوده بنشتريها من هنا يعني، ما بيبقاش فيها مشاكل. ساره، المسابقات اللي ذكرها مصطفى بيبقى الرعاه بتوعها، هل مؤسسات رسميه من الدوله ولا بيكونوا رجال اعمال، ولا الرعاه مين؟ رعاه المسابقات دي؟ تمام. هو في مثلا زي روبوكون بينظمها اتحاد الاذاعه والتلفزيون هنا في مصر. تمام. ماين سويبرز
وار او في بينظمها شركه حدث. وهي شركه حدث عامه يعني بتنظم المسابقه دي بقى لها اللي هم ماين سويبرز وار او في بقى لهم فتره طويله واحنا اتعاملنا معاهم كتير. يعني في تشجيع من الدوله لل تمام. جميل. طيب بتقدروا بقى تقدموا ايه للناس اللي داخله معاكم المسابقه؟ الحاجه اللي بتوفروها لهم؟ تمام. هو اي حد يعني بيخش معانا في كبارتيسيبنت يعني في مسابقه معينه احنا الاول بنتعامل على اساس ان هو مثلا ما يعرفش البيزكس او كده فبندي له سيشنز زي محاضرات كده. حلو. احنا اللي بنديها يعني احنا دخلنا مسابقات قبل كده فاحنا عارفين ايه المشاكل اللي واجهناها وكده فبنبدا ايه نلاقي لها حل ونعلم الناس دي يعني احنا حاجة زي اندكشن كده بالظبط كده. بنخش بقى في حاجات ادفانسد اكتر مثلا بندي له سيشنز ادفانسد مثلا وهم شغالين يعني احنا بنوفر له مكان في الجامعه يشتغل فيه وهو شغال بندي له سيشن بقى ادفانسد اكتر نعلمه حاجات يعني احدث اكتر مثلا او حاجات اصعب وكده. فبنبقى معاه يعني دايما. كويس كده. يعني ايه اللي انتم محتاجينه بقى او ايه اللي ناقصكم عشان تكونوا اقوى ومحققين كل الاهداف من يعني اهدافكم كفريق؟ تمام. واحنا طبعا يعني احنا دايما بنسيك ان احنا يبقى معانا سبونسرز كتير وكده فدي حاجه طبعا هتساعد اكتر لما يكون معانا سبونسرز اكتر. لما ننتشر اكتر والناس تفهم احنا بنعمل ايه وتدعمنا اكتر ده طبعا هيساعد كتير. وان احنا اصلا نخش مسابقات وننشر حاجه زي كده ده اصلا تارجت موجود في روبوتكس ان احنا ننشر حته ان احنا شغالين على حاجه او ان احنا عايزين نوصل علم معين الناس تستفيد منه. يعني احنا بنتكلم على سبونسرشيب واحنا طبعا من خلال برنامجنا بننشد كل طبعا رجال الاعمال المصريين ان هم طبعا يحطوا ايدهم في ايد شبابنا ويبقى في دايما تعاون وتبني لاختراعاتهم. احنا طبعا نشكركم شكرا جزيلا ساره محمد نورتونا صباح الورد ومصطفى اسامه نورتنا واعضاء فريق روبوتكس صباحكم صباح الورد. صباح الفل. ميرسي ساره وميرسي مصطفى وان شاء الله ربنا كده يوفقكم كلكم والتيم كله. يعني اعتقد انه يمكن على السنه الجايه تعملوا انبهارات اكبر والناس كلها ما فيش حد في مصر وفي العالم ما يعرفكوش وما يسمعش عنكم. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم مره ثانيه استنونا.